السلام عليكم، معاكم علي وحياكم في قناتي. اليوم حاب أتكلم عن موضوع جديد شوية. راح أصنف أفضل سيارة جربتها في عام 2023. إنزين، بس راح أقسمهم على أقسام. إنزين، يعني مثلاً قسم الجودة، قسم الأداء، قسم الاعتمادية، قسم الراحة، وآخر شيء أفضل سيارة اللي تشمل كلهم تقريباً. فأتمنى من نوع من الأنواع الفيديوهات تعجبكم، وبما أننا نحن نهاية السنة فقلت خلي أتكلم عن سيارات أنا جربتهم في هذا السنة وإيش كانت أفضلهم. ممكن تعتقد أن أفضل سيارة جربتها هي الكولري، لكن يعني تخمينك غلط. خلينا أخبركم ليش. نبدأ بأول خلينا نقول صنف أو قسم، قسم الجودة. إيش أفضل سيارة في الجودة بين السيارات اللي جربتهم؟ صراحة في رأيي أنا كنت محتار بين أعطي 03 لينكن كو 03 أو الهوندا أكورد، بس راح أرجح الهوندا أكورد لسببين. لأول سبب، أن أول شيء هوندا أكورد ك يعني سيارة قديمة ومجربة، والجودة مالها مجربينها الناس قبل، فجودة يعني معروفة للهوندا، من أفضل سيارات في الجودة في رأيي صراحة. وغير كذا أصلا الجودة من الداخل كأزرار كبلاستيك، الجودة من أفضل ما يكون صراحة. بكل أمانة هوندا أكورد هي الأفضل في الجودة بين السيارات اللي جربتهم في هذا السنة صراحة. ننتقل لقسم الثاني اللي هو أفضل سيارة في الراحة. الحين الراحة وش يعني؟ الراحة يعني عزل ممتاز، كل أنواع السلامة موجودة أو مواصفات السلامة موجودة، أصوات برع ما تسمع واجد، يعني غير العزل الشارع والهواء، عزل الزجاج، وغير كذا راحة المقاعد هل هي مريحة أو لا، وبشكل عام إن تعطيك شعور راحة أو فخامة لما تركب السيارة. وصراحة كل أمانة أنا أرجح أو أقول الشانجان يونيكي تفوز في الراحة. أنا ما جربت اللينكن كو 09، بس الشانجان يونيكي صراحة تفوز في الراحة. سيارة جدا مريحة جدا مريحة، وما أشوف فيها أي عيب من ناحية الراحة. ما أتكلم عن أداء نوعا ما لاحظته كان سيء، خاصة في دعسة البنزين كانت بطيئة جدا، وفي تأخير في الدعسة حتى لما تشيل رجلك من البنزين في تأخير. عموما السيارة كانت جدا مريحة، أصوات ديكور ما في، أصوات الخارجية ما في، من داخل فيها فخامة، وأيضا سيارة كانت صراحة جدا جدا مريحة. شانجان يونيكي تفوز في الراحة. الحين الأداء صراحة أنا ما كنت أعرف أعطي من أن السيارات اللي جربتهم كلهم لا بأس فيهم، بس أفضل أداء بصراحة كنت محتار بين شانجان يوني في، إن صراحة هذيك بعد صراحة سيارة قوية وأيضا أداءها لا بأس فيه، بس بسبب الجير على السيارة راح أعطي جيلي كولري كأفضل أداء يعني كسيارة جربتهم في السنة الماضية. صراحة أفضل أداء بدون نقاش، أفضل أداء خاصة كسعر مقابل أداء، الجيلي كولري تفوز بالراحة صراحة. وبصراحة كعدد أحصنة ومع الوزن ممتازين صراحة، جدا ممتازين. 172 أو بعضهم يقولوا 182 حصان، وعزم 290 نيوتن صراحة، وغير ممتاز، أداء ممتاز، محرك جبار. فكأداء راح أعطي لجيلي كولري، ولكن ما يوقف الموضوع هنا. خلينا نشوف أكثر اعتمادية. شوفوا أكثر اعتمادية، يعني نحن ما نعرف، ما مجربين غير سيارتين اللي معروفين في الاعتمادية، هوندا أكورد وهوندا أكسنت. في رأيي هوندا أكسنت تفوز. ليش؟ لأن صراحة سعرها جدا جميل مقابل الاعتمادية اللي تحصلها. في النهاية الهوندا أكسنت معروفة في الاعتمادية، معروفة أن سيارة مكدة، حمار يكدح، سيارة ولا أروع في الاعتمادية بصراحة بكل أمانة. ممكن تقولوا يارس، أنا جربت يارس، ولكن في رأيي يعني سعر الهونداي أكسنت مع المواصفات تحصلها أفضل من يارس.
في رأيي الشخصي هذا هو يعني، لكن صراحة سيارة جبارة. نجي لأفضل سيارة في السنة، تكلمنا عن راحة وعن عن 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 تكلمنا عن الجودة، تكلمنا عن الأداء، تكلمنا عن الاعتمادية. نجي أو خلقوا القسم الخامس اللي هي أفضل سيارة في السنة، هذه السنة 2023 جربتها الحين. هل هي يعني أفضل سيارة؟ لا، بس أنا في رأيي أشوف إن هي حقيقي تستاهل كل ريال تدفع عليه بكل أمانة. بصراحة سيارة جبارة كأداء، كمتعة قيادة، كجودة، كاعتمادية، كراحة، أشوفها هي الأفضل. راح أعطي أفضل أداء وأفضل راحة وأفضل اعتمادية وأفضل جودة للينك أن كو 03، ما البلس العادية 03. ليش؟ خلينا أخبركم. سيارة تجي مع محرك 2 لتر 218 حصان، وبعضهم يقول 220 حصان، و325 نيوتن متر تورك. الأرقام جبارة، إنزين، فيها كل مواصفات السلامة، كلهم كلهم كل المواصفات. ثاني شيء جودة فوق الممتاز، جودة جبارة صراحة، الجودة جبارة، أداء ممتاز، متعة قيادة جبارة في السيارة صراحة. سيارة جدا قوية على سعرها، يعني سعر هوندا أكورد تحصل مواصفات يعني نفس جولف جي تي اي، شيء ولا أروع ولا أروع. يعني لو جينا ننافس مثلا لو ننافس مع ألمان، عندك الأودي اي 4 اللينكن كو 03 أرخص منها بواجد، عندك بي ام دبليو 320 اللينكن كو أرخص وأقوى. فصراحة سيارة جبارة، وأنا عن نفسي حقيقي حبيت السيارة واجد، ولو كان عندي ميزانية كنت اشتريتها صراحة. سيارة تستاهل كل ريال ندفع عليها كل أمان. الحين هذا هم يعني الأقسام أو السيارات اللي فازت في هذه السنة. السنة الجاية طبعا أنا بديت القناة وبديت أجرب سيارات في شهر 8 أتوقع أو شهر 9 حتى ما أتذكر، فما كان يعني ما كانت عندي مدة واجد يعني واجد أجرب في سيارات. السنة الجاية من بداية السنة بادين بقوة إن شاء الله، بتجيكم سيارات جديدة على القناة أو مرة أجربهم، وسيارات بتكون جبارة. راح أعطيكم رأيي الصريح فيهم، إنزين. وغير كذلك أيضا راح نجرب سيارات أكثر وأكثر، ومحتوى الكولري ما راح يتوقف، لا تحاتوا. في تعديلات بتصير، أنا طلعت الإكزوز أو العادم اللي عدلت على السيارة كان مزعج واجد صراحة، ما تحملت طلعته، لكن بيصير تعديل على العادم عشان يكون أكثر شوية مريح. وراح أيضا أعدل على السيارة في أشياء ثانية، إنزين، فتعديلات على الكولري موجودة، ومحتوى الكولري ما راح يتوقف. إيش رأيكم في هذا المحتوى؟ هل تحسوا إنه في يعني هل عجبكم المحتوى؟ هل تريدوا تشوفوا مثلا كل 6 أشهر فيديو أفضل سيارة خلال مثلا نص السنة أو سنة كاملة؟ أنتوا تشوفوا خبروني إيش الأحسن، وأريد اقتراحاتكم إيش تشوفوا أنزل كمحتوى في القناة. هل تريدوا تجارب سيارات أكثر؟ هل تريدوا محتوى كولري أكثر؟ مع أن أنا أحس خلاص حلبت الكولري، يعني ويش أنزل أكثر عن كولري صراحة غير التعديلات اللي بتصير على السيارة. فما أتوقع أني بنزل واجد عن كولري، لكن محتوى موجود ومستمر عن الكولري. بس أنتوا إيش رأيكم؟ هل تشوفوا أن أنزل عن السيارات التجارب سيارات أكثر أو لا؟ عموما يا جماعة شكرا لدعمكم المستمر، الله يسعدكم، نشوفكم على الفيديو الجاي، مع السلامة.